في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. معروف تقريبا من أي مناطق وفي ناس مغلوب على أمرها. ضغوط وترهيب حزب الله يجبر آلاف السوريين على التوجه لمبنى السفارة للتصويت لصالح الأسد. حزب الله ليس هو المقياس في لبنان، بل المقياس هو الدولة اللبنانية فقط لا غير. جعجع ردا على نصر الله، نريد رئيسا لا يتآمر على الدستور. والجميل يحذر من تداعيات الفراغ. We don't have a choice to ignore what happens beyond our borders. أوباما يحشد الدعم للمعارضة السورية المعتدلة ولجيران سوريا، ومقتل العشرات في قصف بالبراميل المتفجرة على أحياء حلب. صباح الخير. لم يكن ينقص مشهد الفراغ الرئاسي في لبنان سوى المسرحية الهزيلة التي أعدها وأخرجها حزب الله عبر دفعه عشرات آلاف السوريين في لبنان بالترهيب والترغيب لإعادة انتخاب بشار الأسد لولاية جديدة. هذه المسرحية أسفرت عن زحمة سير خانقة في مناطق الحزمية بعبد اليرز الجمهور وصولا إلى جاليري سمعان، حيث علق المواطنون لساعات طويلة داخل سياراتهم. وبحسب المراقبين يمكن تسجيل عدة ملاحظات أبرزها: الأولى عمل حزب الله بشكل أساسي وأعوانه الحزب السوري القومي الاجتماعي بالضغط على السوريين للذهاب إلى السفارة لانتخاب الأسد. الملاحظة الثانية الحضور الكثيف من السوريين جاء من مناطق الضاحية وبعلبك الهرمل والجنوب وبرج حمود. الملاحظة الثالثة لم تسجل أي مشاركة تذكر من بقية المناطق. الملاحظة الرابعة اتصل العديد من المواطنين السوريين وشكوا من تعرضهم لضغوطات سواء من سفارة بلادهم المخولة تجديد أوراقهم أو من أحزاب لبنانية حليفة للأسد تحت طائلة طردهم من مناطق نفوذهم. مش مقبول اللي عم بيصير، كانوا لازم يعملوا لهم الانتخابات نهار أحد إذا بدهم يسمحوا بالانتخابات، على أساس ما بعتقد لو كنا نحن بسوريا بيسمحوا لنا بهالديمقراطية كلها. عيب اللي عم بيصير، عيب عيب عيب. أنا لساعتين ونص موقف شغلي، سيارتي خلصت بنزين. لا هيدا المقبور على قلبه، روحوا ينتخبوه هونيك مش هون. لبناني ما بيعمل هيك. المشهد لم يكن مألوفا بل وكان مخيفا إلى حد الاستفزاز. انتخابات للرئاسة السورية وازدحام في لبنان في صورة قد تكون لها رمزيتها الخاصة بها إلى حد وصفها من قبل أحد اللبنانيين بمسرحية الديمقراطية في بلد الديمقراطية الداخل في الشعور الرئاسي. طوفان بشري سوري توافد إلى السفارة السورية في اليرزي جعل اللبنانيين أسرى داخل سياراتهم لساعات طويلة وسط عجز الأجهزة المعنية عن إمكانية ضبط الأعداد الهائلة من السوريين الذين استقلوا الحافلات وسيارات الأجرة وحتى سياراتهم الخاصة رافعين صور رئيس النظام بشار الأسد والأعلام السورية وشارات النصر بمشاركة واضحة من عناصر حزب الله. هؤلاء الذين نزحوا من قصف النظام وإجرامه وحربه ليجدوا مأوى لهم في لبنان هم أنفسهم نزلوا من الحافلات وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى السفارة السورية لينتخبوا بشار الأسد وسط حواجز أقامها الجيش اللبناني في المنطقة، حيث قام بإجراءات تفتيش دقيقة وعمل على مصادرة كل ما يمكن أن يستخدم في أعمال شغب كعصي الأعلام وغيرها. ورغم ذلك وقعت مواجهات بين الأمن اللبناني والمقترعين السوريين أمام السفارة أدت إلى وقوع عدد من الجرحى، كما دهست سيارة سورية أحد المواطنين اللبنانيين نقل على إثرها إلى المستشفى. أين هم أصدقاء النظام وحلفاؤه؟ فليأتوا ليروا هذه المهزلة، قالها شاب لبناني بغضب وحرقة. فباختصار كان يوما سيحفظه اللبنانيون في الذاكرة ويضيفونه إلى أيام معاناتهم السابقة من الوصاية السورية.
فلا التلامذة استطاعوا الوصول إلى مدارسهم، والعديد منهم لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم الرسمية، ولا الموظفين استطاعوا الوصول إلى مراكز عملهم، وتوقفت الحياة في الحازمية وكل المناطق المؤدية إليها. هون اللي شي 3 ساعات يعني، وفي بعض كميون معنا واقف تحت طلع على الباب، الله أعلم أي ساعة بيطلع هناك. الله يسامحهم. ما زال ما في شيء بسوريا، لكن شو عم بيعملوا هون؟ شو عم بيعملوا عنا؟ يفلوا. احنا قلنا ما قدرنا، شو عملنا انتخابات؟ ليه محمسين لترجعوا تنتخبوا نفس الطريقة ونفس النظام؟ اللي هجرونا مو النظام. اللي هجرونا الإرهابيين الخونة. أجبر اللبنانيون على مشاهدة التراجيديا الديمقراطية المغمسة بالدم، ويبقى هذا السوري من حلب نموذج عن الآلاف الذين زحفوا إلى السفارة السورية لينتصر نظام الأسد على المؤامرة الكونية. في سوريا تحصد براميل الموت المزيد من الأرواح، وفي لبنان سوريون ينتخبون بالدم كما قالوا رئيس النظام، والشعب اللبناني كعادته يدفع الثمن من وقته وراحته ولقمة عيشه. جوانا نصر الدين، تلفزيون مستقبل. مشاركة النازحين السوريين والمقيمين في عملية الاقتراع في مبنى سفارة نظام الأسد كشفت عن ضغوط بالتهديد حينا وبالترغيب حينا آخر تعرضوا له للاقتراع لصالح الأسد. عينة من تعرضوا لتلك الضغوط في هذا التقرير لمحاسن مرسل. غصبا عني. غصبا عنك؟ مين غصبك؟ غصبا عني. أنا ولادي الاثنين المجدشي بمنطقة قريبة من الوسط بيروت، النظام مجدشي أنا وولادي وانتخبنا. بهذه الحرقة يعبر بعض اللاجئين السوريين عما يتعرضون له من ضغوط عبر رجال المخابرات السورية من جهة وبعض القوى المحلية من جهة أخرى، بهدف إجبارهم على التوجه إلى مبنى السفارة السورية والاقتراع لصالح بشار الأسد. ضغوطات صارت بمناطق اللي بيكون نفوذ بشار الأسد فيها كبير يعني، أو بالمناطق الموالين لبشار الأسد، مثلا اللي بيشتغل عند واحد منهم هددوا أنه يترك الشغل، أنه يفللوا من الشغل. ثاني شغلة اللي ساكن عند واحد مثلا من هالفئة هاي هددوا بأنه يقلعوا يكبوا برا. بالترهيب حينا وبالترغيب أحيانا أخرى تم إنتاج هذا المشهد المسرحي أمام السفارة السورية والطرقات المؤدية إليه، وما يكشف حقيقة هذا الواقع انخفاض نسبة المشاركة بشكل كبير في المناطق المتحررة من نفوذ النظام والقوى المتحالفة معه. معروف تقريبا من اي مناطق، وفي ناس مغلوب على امره. انا ما بنتخب هيك الشكالات. كيف دمر لنا بيوتنا، اخذ لنا شبابنا، بدك يعني انتخب الرئيس بشار الاسد؟ بس يطالعوا لنا اولادنا من السجون، ما بدنا شيء. انتخابات شو؟ إذا بيكون قوي انتخب بشار لعنة الله عليه. وبحسب المعلومات فإن التحضيرات في بعض المناطق قد فشلت بعد أن قامت جهات محسوبة على النظام بتعبئة استمارات خاصة وتحديد نقاط تجمع، لكن إلغاء الأمر جاء مخافة ردود الفعل من قبل الأهالي. الأمانة العامة لقوى 14 من أذار رأت أن صفة النزوح لا تنطبق على تصرفات اللاجئين اليوم وعرضاتهم، مطالبة الحكومة اللبنانية بترحيلهم فورا. في اجتماعها الدوري الأسبوعي علقت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار على المشهد الذي طبع منطقة الحازمية بعبدة على خلفية الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت وتجري في السفارة. وجدت الأمانة العامة في العرضات والاستفزازات التي قام بها السوريون الموالون للنظام في لبنان تحت ذريعة المشاركة في التصويت، أوضح دليل على أنهم غير مهددين بأمنهم، وبالتالي فإن صفة النزوح لا تنطبق عليهم، وبالتالي تطالب الأمانة العامة الحكومة اللبنانية العمل على ترحيلهم فورا إلى بلادهم. وتخوفت الأمانة العامة من أن ترخي الظروف المتقلبة في المنطقة بظلالها على الوضع الداخلي وتنعكس تأثيرا مباشرا على الاستحقاقات الوطنية برمتها. الأمانة العامة انتقدت الكلام الأخير لأمين عام حزب الله، مطالبة إياه بالإسراع في مغادرة خطاب الاستكبار والعودة إلى لبنان بمواصفات لبنانية ترتكز على الدستور وليس على موازين قوى.
كما أشادت بمزايا الراحلين نصير الأسعد وسمير قصير في ذكرى غيابهما، مشيرة إلى أنهما مدرسة للسعين إلى الحرية والكرامة في مواجهة الاستكبار والإرهاب. رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الأمين العام لحزب الله بالقول: نحن لا نريد رئيسا يحمي الدويلة في لبنان، بل نريد رئيسا لا يتآمر على الدستور ويطعن الدولة. كلام جعجع جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في معراب، حيث ذكر بتعطيل حزب الله للاستحقاق الرئاسي. فند رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث رد إليه تهمة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، مذكرا إياه بالجلسات الخمس التي غاب عنها حزبه وحليفه العوني. على أي أساس السيد حسن عم بيقول إن نحن ما كان بدنا انتخابات وكان بدنا تمديد لرئيس الجمهورية؟ طب وقت اللي فريقنا أعلن عن مرشح لإله قبل بشهرين مش هلأ، وأعلن عن برنامج لهالترشيح، ونزل على أول جلسة وعلى تاني جلسة وعلى تالت جلسة وعلى خامس جلسة، ونزل وصوت للمرشح تبعه. وانتقد جعجع وصفه بمرشح التحدي. أنا لبناني ماروني عاد، قانونيا اللي كل الحق ترشح، سياسيا من أكثر أنه حق يترشحه، رئيس أكبر حزب مسيحي بالوقت الحاضر، إذا حب الفريق الآخر يعترف فيها ولا لا في يرجع لأرقامه. إيه ليش 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 انه اذا ترشحت ترشح تحدي؟ برنامجي واضح جدا، ارائي لا تتطابق مع اراء حزب الله، مزبوط، مثل ما اراء حزب الله لا تتطابق مع ارائنا نحن كمان، مزبوط. وين المشكله؟ وقت اللي رشحت الرئيس نجيب ميقاتي على رئيس الحكومه، عملت له معركه دحس والغبراء وجبت له فوق ال 65 سنه تسمي رئيس حكومه. إيه طب ليش هلا ما بيكون عندك مرشح واضح المعالم؟ شو بدك فيه انا الجنرال عون؟ الحقيقه انه ما معهم 65 صوت، واذا معهم 65 صوت يتفضلوا ينزلوا بكره في جلسه 9 حزيران، ب 9 حزيران في جلسه يتفضلوا ينزلوا. انه رئيس سعد الحريري اكثر من مره صار قايل انا ما عندي فيتو على حدا، واللي بحب يترشح ويطلع رئيس جمهوريه يطلع رئيس جمهوريه، انا اول واحد بهني. وعن قول نصر الله لا نريد رئيسا يتآمر على المقاومه قال جعجع: حزب الله ليس هو المقياس في لبنان، بل المقياس هو الدولة اللبنانية فقط لا غير. أوكي؟ لذلك أنا مقبل هالقول، بقول نريد رئيسا لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها. جعجع تطرق أيضا إلى الانتخابات الرئاسية للنظام السوري مؤكدا عدم شرعيتها لغياب مقاوماتها. بدوره حذر الرئيس أمين الجميل من خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، ودعا إلى عدم التعطيل وإلى تجاوز الطموحات الذاتية. الاستحقاق الرئاسي وتداعيات الفراغ في سدة الرئاسة الأولى كانت محور لقاء الرئيس أمين الجميل مع رؤساء الرابطة المارونية والمجلس الماروني بحضور عدد من نواب الكتائب وشخصيات سياسية واجتماعية. الرئيس الجميل دعا إلى تجاوز الطموحات الذاتية والفئوية الضيقة وإنشاء هيئة طوارئ من أجل الحفاظ على موقع الرئاسة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، محذرا من التأقلم مع الفراغ. ما عندي الهم واحد انه ننتشل لبنان من هذا المستنقع ونقدر نحقق هالانتخاب، لانه هالانتخاب منه انتخاب سياسي، منه انتخاب عابر، هو انتخاب يتعلق بصلب العقد الميثاقي اللي بيجمعنا، وصلب العقد الميثاقي اللي هو شرط ديمومة لبنان. ما هيدي مسؤولية وطنية شاملة اللي عم بعطل النصاب، ليس فقط الماروني، بالعكس كان في مشاركة وطنية مارونية كثيفة. يفهموا اللي لازم يفهموا انه الامور لازم تتجاوز الطموحات الذاتيه وتتجاوز الفئويه الضيقه. الرئيس الجميل اكد دعم البطريرك الراعي في حال دعا مجددا القاده الموارنه للاجتماع من اجل وضع تصور جديد للاستحقاق. رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع والرؤساء السابقون جددوا التحذير من الاستكانة للأمور ونسيان موضوع الانتخابات الرئاسية، ودعوا الجميع مقيمين ومغتربين إلى العمل يدا واحدة من أجل إنقاذ مقام الرئاسة. أسف السفير الأمريكي في بيروت ديفيد هيل على عدم حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت قال هيل إن بلاده تشجع البرلمان اللبناني كما فعلت دائما على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن.
وأكد هيل مواصلة الولايات المتحدة شراكتها القوية مع لبنان قيادة وشعبا، ودعاه إلى تطبيق الالتزامات الدولية وعزل نفسه عن الصراعات في سوريا، متوجها بالشكر للرئيس السابق ميشيل سليمان وقيادته القوية والحكيمة في الأوقات الصعبة التي مر بها لبنان. ذكرت صحيفة النهار أن رئيس الحكومة تمام سلام وخلال اتصالات أجراها مع القيادات المسيحية ومنها زيارتها أمس للرئيس ميشيل سليمان أبدى حرصا على أن تكون الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية سليمان مناسبة للبحث في مسار العمل الحكومي أكثر من الاهتمام بإقرار بنود جدول الأعمال التي تقارب 25 بندا. وتوقعت مصادر وزارية التركيز في الجلسة التي تعقد غدا على آلية عمل الحكومة في هذه المرحلة ووتيرة عقد الجلسات ونوع بنود جدول الأعمال وآلية الموافقة والتصويت. وتتابعون بعد الفاصل. تقدم كبير للسيسي مع استمرار عمليات الفرز. أظهرت النتائج شبه نهائية للانتخابات الرئاسية المصرية نيل المشير عبد الفتاح السيسي 92.2% من الأصوات، فيما نال المرشح حمدين صباحي 3.6% من الأصوات، كما وجد أكثر من 1,087,000 صوت باطل. في الشأن السوري، وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة الدعم الأمريكي للمعارضة السورية المعتدلة ومساعدتها لمواجهة خصومها المتطرفين. وقال أوباما أن بلاده ستزيد من دعمها لدول الجوار السوري. We don't have a choice to ignore what happens beyond our borders. ليس لدينا خيار تجاهل ما يحصل خلف حدودنا. سأعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم لعناصر المعارضة السورية الذين يقدمون أفضل بديل عن الإرهابيين والدكتاتور الوحشي، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. الحل العسكري لن ينهي المأساة السورية، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام طغيان الأسد. سنكثف جهودنا لدعم جيران سوريا بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا والعراق، لأنهم يستضيفون لاجئين ويواجهون إرهابيين يعملون عبر الحدود السورية. وفي الداخل السوري، صعدت قوات الأسد حملتها العسكرية التي تشنها على بلدة المليحة في ريف دمشق، مع استمرار القصف بالبراميل المتفجرة على أحياء في حلب وريفها. الله أكبر. بينما ينظم نظام بشار الأسد الانتخابات الرئاسية بالخارج، شعب يباد في الداخل السوري، إذ قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بالبراميل المتفجرة التي تلقيها كتائب النظام على الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي يسيطر عليها الثوار، ما أدى أيضا إلى تدمير عدد كبير من المنازل. الله أكبر. الله أكبر. في حين صعدت قوات الأسد من استهداف بلدة المليحة القريبة من مقرات عسكرية مهمة بأربعة صواريخ أرض أرض، بالإضافة إلى عشرات الغارات الجوية، وتزامن ذلك مع اشتباكات بين الجيش الحر والشبيحة في حي جوبر شرق العاصمة، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدة المليحة. وفي ريف حمل الجنوبي، استهدف قصف بالقنابل العنقودية بلدة عقرب، حيث قتل 10 من كتائب الأسد خلال اشتباكات مع الثوار قرب تل بزام بريف حما الشمالي. أما في حمص، فسجلت غارتان جويتان على مدينة الرستن، كما تسببت غارات مماثلة بسقوط عدد من الضحايا في بلدتي تلبيسة والفرحانية الشرقية، كما سقط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف قوات النظام نتيجة استهداف الجيش الحر موكبا في مدينة بصر الشام بريف درعا. الصباحية بعد الفاصل. هيئة التنسيق تعلن مقاطعة الامتحانات الرسمية. أكدت هيئة التنسيق النقابية أن المشروع المطروح لسلسلة الرتب والرواتب هو للإطاحة بالحقوق وبالسلسلة وبهيئة التنسيق. وشددت الهيئة على التمسك بالتوصيات الداعية إلى الإضراب العام المفتوح في كافة إدارات القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل.
أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية خلال اعتصام لهم في ساحة رياض الصلح أن لا عودة إلى الجامعة ولا تسليم لأسئلة الامتحانات إلا عند إقرار التفرغ، مشددين على ضرورة التصدي لمنع اغتيال جامعة الوطن. لا عودة إلى الجامعة إلا عند إقرار التفرغ، ومن الأول للآخر لا تقديم أسئلة ولا تصحيح ولا مراقبة ولا امتحانات إلا بالتفرغ إلا بالتفرغ إلا بالتفرغ. أسف المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار المستقبل لعدم إقرار ملفي تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية وتعيين عمداء أصلين لها. المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار المستقبل أكد في بيان له تأييده الكامل لعرض الملفين في أول جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقا من إيمانه بصدق نوايا ومواقف كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية تجاه قضية الأساتذة ومصلحتهم والجامعة على حد سواء. افتتحت جمعية خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال LMA مؤتمر Understanding Financial Markets، تقرير محاسن مرسل حلبي. تحت عنوان Understanding Financial Markets افتتحت جمعية خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت ممثلة برئيسها الدكتور فواز مرعب وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال ممثلة برئيسها الدكتور محي الدين غنوم باكورة أعمالهما المشتركة والمتمثلة بلقاء مع أكاديميين قدموا ملخصا عن محاضراتهم المستمرة من 27 وحتى 30 من الشهر الجاري. ويتحدث الدكتور فادي عصي عن الأسواق اللبنانية وكيفية تطورها، بينما يتناول الدكتور نسيب غبريل تداعيات السياسات الاقتصادية على الأسواق المالية، وجون داغر يحاضر في الأسواق المالية العالمية والمؤشرات التي تؤثر فيها. ومنذ تشرين الثاني 2013 تحولت الجمعية بعد استحداث مركز للتدريب في الطابق الأول إلى ورشة تدريبية بعيدة كل البعد عن الطابع التجاري، تؤمن تسهيلات وخدمات للمتخرجين وضيوفهم ومجتمعهم في جو علمي ومحترف وبكلفة رمزية. إن طبيعة LMA كجمعية لا تبغي الربح تجعلنا نركز على مستوى المادة التي نقدمها لأعضاء الجمعية وأصدقائها، عوضا عن التركيز على البدل المادي الذي تستحقه هذه المادة، طالما أن هدفنا هو تعميم الفائدة والمعرفة وجعلها في متناول الجميع. وإلى جانب المحاضرات النظرية تجري دورات تدريبية تقنية للمشاركين. وفي الختام يبقى التفكير بالعناوين. معروف تقريبا من أي مناطق وفي ناس مغلوب على أمرها. ضغوط وترهيب حزب الله يجبر آلاف السوريين على التوجه لمبنى السفارة للتصويت لصالح الأسد. حزب الله ليس هو المقياس في لبنان، بل المقياس هو الدولة اللبنانية فقط لا غير. جعجع ردا على نصر الله: نريد رئيسا لا يتآمر على الدستور. والجميل يحذر من تداعيات الفراغ. We don't have a choice to ignore what happens beyond our borders. أوباما يحشد الدعم للمعارضة السورية المعتدلة ولجيران سوريا، ومقتل العشرات في قصف بالبراميل المتفجرة على أحياء حلب. نهاية النشرة، إلى اللقاء. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.